عندي حشاك مرتي في الوقت ضي حامل عليا نبقى يعجبك هكا يعجبك كل لاقي الموت تشريها هنا يتو ورس اخواتي كل لاقي الموت تشري شني ريت في عمرك عندي ولادي يدورتهم حشاك قاطعين فيا عندي ولدي يا اخي دخلت نبوس في الرجال ونبوس في رجلين الرجال ودخلتهم ثلاث سنين ما يعرفنيش ما يعرفش بابا وين قلت شهر ونص سنة في السبيطار ما تعرفش علي خلاص الناس من غاد لغادي جوني كان ما لقيتش ولاد خويا وخويا الله يكثر خيره ويرحم والديه فهمتني هو اللي يجيبني في الماكله كل يوم تالي صحيت على روحي وخرجت عليه رسول الله نص الهكا ولادي رجال اربع رجال فهمتني وهي في الزمان طيب تبع لي في النبقة ننجي بالك النبقة نمشي الحبس الرجل شكون يذله هو يذله الاحتياجية هذاك اللي يذل الراجل ما عادش حشاك راجل خلاص راس اختي كون لاقي الموت نشريها لطف عليك وراس اخواتي شنيا شنيا حياتي بنوصل لك شنيا حياتي شنيا حياتي ما عندي لا قدر لا في الدار على شنو تعالجها؟ الدم والسكر والقلب رقدت شهر ونص حشك بانها برات بعثوني لاساس مغضبة تغذية تو نخص الدواء من غادي فهمتني عندي عيني حشك ضحك به هذه ما نشوفش بها فلو فهمتني والبارح بعثوني على التحليل باش يعطيني الدواء جيت حللت ها هو ذا التحليل تو باش ناخذ التحليل هذا ونزل الطبيب باش يعطيني الدواء انت في العاده وين تباشر وين تعالج انا عاجر كنت عاجر هنا بعثونا ناخذ بالتغذيه تاع التغذيه وبعدها نعدي في الزهروني عند المستوصف في المستوصف غادي اي كان في السبيطار قداش تقعد مثلا ها وانا خلتني تورن وانا خلتني تورن وقتاش تخرج من الدار نخرج بعثوب الخمسة ونص ركبت الست ها تو خلت ولا عشاك قال مشيت لي السكر هاني خيط واحده باش نقعد بها قلبي تلقى مشاكل هنا في السبيطارات؟ مشاكل بكل حتى في الدار موجودة مشاكل. مشاكل حتى في الدار موجودة. مشاكل في الدار أكثر من هنا، هنا ما ثماش. يرحم والديه. هنا ما ثماش. مشاكل في الدار. فهمني؟ عندي حشاك مرتي. في الوقت هذا حامل عليا نبقى. فهمني؟ وحالتي حليلة وقد يدي مالح. البارح زلت فهمتي ولا ما حضرتش. والمحامي نتاعها وانا عملت محامي قال من عند ربي هكاك من عند ربي قالت نعاونك ونجي لي ما حضرتش يعجبك هكا يعجبك كون لاقي الموت تشريها هنا تو لطف عليك ورس اخواتي كون لاقي الموت تشري شني ريت في عمرك عندي ولادي يدورتهم حشاك قاطعين فيا عندي ولدي يا اخي دخلت نبوس في الرجال ونبوس في رجلين الرجال ودخلته ثلاث سنين ما يعرفنيش ما يعرفش بابا وين تربات قال رقدت شهر ونص سنه في السبيطار ما تعرفش عليه خلاص الناس من غاد لغادي جوني كان ما لقيتش ولاد خويا وخويا الله يكثر خيره ويرحم والديه فهمتني هو اللي يجيبني في الماكله كل يوم تالي صحيت على روحي وخرجت ما قلت من يعطوني انت في الوضعيه هذه ومرتك طالبتك في النفقه؟ في النفقه 15 سنة ما حبستني ما عشناش وتاخذ في شيخوخة 200 دينار فهمتني تاخذ 200 دينار وباقي تام عليه في النفقة وهز عليه الكرني ما حبش تعطيهولي فهمتني نتاع الشؤون الاجتماعية نتاع المعادل المعزم هذيك فهمتني هلا غير بلاي تعمل شكيت بها مرتين ثلاثة شكيت بها حتى لوكيل الجمهورية عديت لل 17 فهمتني ولا هربت من 17 ورقدت وقتها ما تبعتش ما تبعتش فهمتني منين قعدت تخلص في النفقه انت؟ تو ما خلصش عندي برشا ما خلصش ما سمعت تاخذ النفقه ومشيت واعطوني ورقه اللي دليل اللي دليل اللي تاخذ 200 دينار قصيت على ما عنديش عملت محامي؟ محامي من عند ربي بليش قالت لي يا خويا نعاونك كل وجه الله كي شفت الامور مزمره انت عندك صغار اقل من 18 سنه؟ ما عنديش
عندي كل رجال، أربع رجال وبنية، كلها قال ندمتهم بي، حتى واحد ما يكلمني. والله ورسختي كان عملت في والدي، نقول جبت اللي خلص. ما بابا قدامه ما يشوفش وجهي بالمرايه، مرتي ما كلمهاش قدامه بالمرايه. انت علاش بكيت بسيو؟ من كثر الغل، ما نجمتش. ما نجمتش الاحتاجيه وهاك تشوف بالله. هاك تشوف الراجل شكون يذله هو؟ ذله الاحتاجيه. هذاك اللي يذل الراجل، ما عادش حاشاك راجل خلاص. لا حاشاك، لا لطف عليك. لا لطف عليك. عليه رسول الله نوصل هكا؟ ولادي رجال، أربع رجال. فهمتني؟ وهي بالزمان طيب تبع لي في النوقة، نجي بالك النوقة نمشي الحبس. اليوم 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 عشاك دخلت زرارك مع بعضهم وجعوا لها كتفها، وجعوا لها كتفها، فهمتني؟ نبسنا وياها في العيد، فهمتني؟ ولا قالت لي والله ما ندخلك عشاك والديك للحبس. مشت عملت جواب لكل الجمهورية وردوها للمركز نتاع سيدي حسين نتاع السجومي هذايا في المنطقة، فهمتني؟ قالت لهم طيحني، مشات عملت سرتافيكا هنا وعطاها سرتافيكا وخذت بنداج من الاخرى. انت صحتك تسمح باش تضرب توا؟ هاك ولا هي؟ قالت لي ندخلك الحبس. يا بنتي وقع مولاك، يا بنتي السوق مولاك، السوق مولاك، على جال حشاك زربيه، روحت للبلاد حشاك قابلت اخوها في عرس، حرشها عليا. على زربيه كنت نصلي عليها حشاك، يا بنتي قلت لها خيتها مروه فيك، قالت لي هذه متاعي. السبحة لوج عليها لقيتها معلقة في الوحدة، لقاها ولدي الأخر معلقة في البوفي، ها هي سبحتك. قالت لي لها زيت أنت، يا بنتي صلي على النبي، خذي سبحتي وخذي الوحدات واختاني. حكموا لك توا؟ ما حكموا لي حتى شيء، قال لي تكون أبعثوك إيش. اليوم سمعت قالوا راجعت مازلت تحيرها وباش يبعثوا لي لين نبحث. أنت ناهي في المرض توا ولاهي في السبيطار؟ ناهي في المرض توا، هاني قلت لك ها هو التحليل. هذايا التحليل ها هو. توا مش نمشي ناخذ الورق. ها ونوريته تو فهمني. عامل مواعيد حسن مصروفك وعلاجك شكون يداوي فيك؟ عند ربي هكاك ولاد الحلال، هذا يعطيني 2000 هذا 3000. نجم تشري بهم دواء وتعالج بهم ال 2000؟ ما عنديش ما عنديش، كان نجم نقدر ما عنديش انا قاعد فهمتني، ما عنديش. ها بنيت عمي نوريك كل شيء بس صحيح، ما نجحش عليك. ثم برشا ناس يفلموا ويكذبوا، لا يا بس صحيح. ها هاي هذا نتاع حشاك العينين موعد، هاي على عيني ما نشوفش بها هذه اليمين ولا لا نشوف بها خلاص. كي تتعب لهنا في السبيطار شكون يقف لك؟ شكون يقف معاك؟ معنا معايا ربي، معايا الله، معايا ربي. هاش نعملوا خيط بي؟ شو تحب تقول للاولاد؟ ولادي ما حشاك نطرتهم دنتهم فيا. اما انت بوهم؟ لا يا بوهم، جريت وقريت فهمتني. هذايا اللي دخلت حشاك نبوس في رجلين الرجال، جاه ربي معاك محمد، دخلوا لي ولاد الحلال وقالوا لي والله ما ناخذ دوره عليك ان شاء الله يتيح في صحتي وولادي فهمتني. هذايا حشاك نتاع العينين. باهي ما يسالش ما يسالش. هاو باش نوريك باش بنت عمي باش ما تقولش او يكذب عليا ولا حشاك. هاو هذايا الموعد نتاع العينين حشاك، ضربوني الراس العام باش بيت موعد في راس العامة. فهمتي؟ عندي توا عندي جي شهر ونص وقال لي فيها محسوب في مي يا ربي فيها راس العام، راس العام باش نرجع نعدي على العين ما نشوفش بها خلاص. والله العظيم هذيك نسكرها فلو، خليك هكا واسكت اختي. والله يفرج عليك يا حاج. والله راس اختي كون نقدر نموت نشريها. لطف عليك. وراس خويتي شنيا شنيا حياتي كون نوصل هكا شنيا حياتي؟ شنو حياتي؟ ما عندي لا قدر لا في الدار لا حاجة. عندي حشاك مرتي في الوقت هذا حامل عليا نبقى. يعجبك هكا؟ يعجبك كنا نموت نشريها هنا تو. لطف عليك. وراس خواتي كنا نموت نشري شنو ريت في عمرك؟ عندي ولادي دورتهم عشاك قاطعين فيا. عندي ولدي اخي دخلت نبوس في الرجال ونبوس في رجلين الرجال ودخلته 3 سنين ما يعرفنيش، ما يعرفش بابا وين. قلت شهر ونص انا في السبيطار ما تعرفش عليه خلاص. ناس من غاد لغادي جوني،
وكان ما لقيتش ولاد خويا وخويا الله يكثر خيره ويرحم والديه، فهمتني؟ هو اللي يجيبني في الماكلة كل يوم، تالي ساعات على روحي وخرجت. عليه رسول الله نوصل هكا، ولادي رجال، أربع رجال، فهمتني؟ وهي بالزمان طيب تبع لي في النوقة، نمشي بالك النوقة، نمشي الحبس، الراجل شكون يذله هو؟ يذله الاحتاجية، هذاك اللي يذل الراجل، ما عادش حاشاك راجل خلاص. راس اختي كون نقل موت نشريها. لطف عليك. وراس خويتي شنيا شنيا حياتي؟ ونوصل لك شنيا حياتي؟ شنيا حياتي؟ ما عندي لا قدر لا في الدار